طيب في احد الاخوان، اخواني هون بحط لنا ملاحظة، بقول اليوم في السعودية المسؤول عن هيئة النهي عن المنكر قال بأن أن الموسيقى حلال والغناء حلال، فبقول استغفر الله العظيم. طبعا اخواني يعني كمان نضيف لتعقيب الاخ، جاءني اليوم سؤال وبعث لي مقطع من الفيديو لأحد الأشخاص بدون ذكر اسمه، ولكن يتكلم في بعض العلماء وبذكر بيقول فلان وفلان وفلان، يقول إنه ما في إشي اسمه المهدي، ذكر أسماء، مجموعة أسماء علماء. فالسؤال إخوان نسأل أنفسنا كالآتي، أيهما يؤخذ قوله أكثر؟ أعدل لك علماء الإسلام كله من أوله لآخره، أحط لكم كفة، ولا أحط لك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هلأ إن كان هناك حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يخص المهدي، شو معناه؟ سقط كل ما يقوله أي عالم، لأنه لا يمكن أن نرفع كلام عالم على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، انتهى الموضوع. واحنا بنعرف اخواني انه المهدي في مجموعة كبيرة من الاحاديث الصحيحة، عشان هيك انكار صحة شخصية المهدي انما هي انكار لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وانكار حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يرقى لدرجة الكفر والعياذ بالله ان كان هذا الحديث صحيح، الا ان تكون مخطئ، يعني انت ما كنت تعرف انه في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بكون في عندك عذر أمام الله سبحانه وتعالى. ونفس الإشي إخواني هلأ هون لما يجينا هذا الشخص مثلا اللي كان مسؤول عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، يعني في فترة معينة كنا نرى عمله من أفضل الأعمال، لما تغير توجه النظام انقلب من هاي الجهة لفين؟ شو بقول لك؟ الموسيقى حلال. طيب هذا الشخص قال الموسيقى حرام، والرسول شو قال لنا؟ قال لنا حرام. منين ناخذ قول مين؟ ناخذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هناك يعني أحاديث تدل كثيرة تدل على أنه الموسيقى والأدوات الموسيقية حرام، واللي بحب أنه يحصل على نسخة من هذه الأحاديث إن شاء الله يعني يطلبها مني، ببعث له إياها أو ببعث له رابط لأحد الدروس اللي تكلمنا فيها عن الموسيقى وحكمها في الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. نشوف إذا في حدا له سؤال آخر. هون بيسأل الأخ، ما النصيحة التي تزديها للمسلمين القائمين أو المغتربين قصده في دول الكفار مثل أوروبا وأمريكا؟ أول شيء إخواني بغض النظر، بغض النظر سواء كنا في آخر الزمان أو لم نكن في آخر الزمان، يعني السؤال لما يخرج رجل من بلده إلى بلد الكفر؟ هذا السؤال شو في عندهم إشي أكثر. هلأ إذا كانت الإجابة على سبيل المثال أنا خارج طلبا للعلم، شو منقول له؟ له لا بأس، فيش مشكلة، لأنه طلب العلم شو ماله؟ يعني في أحاديث كثيرة تدل على فضل طلب العلم، فلا بأس لو انك انت خرجت وجبت الدنيا طلبا للعلم. طيب ولما تخلص العلم شو بدك تسوي؟ بدك ترجع لبلدك تفيد بلدك وناسك واهلك في هذا العلم. هلا اذا اجابني الشخص والله انا خارج من بلدي، خارج من بلدي فرارا بديني، شو بقول له؟ بقول له كمان لا بأس، لانه الدين ماله اساس. يعني اذا انت قلت لي انه والله انا في بلدي مش قادر اني انا اعبد الله عز وجل بالطريقة اللي لازم اعبده فيها، وانا ملاقي انه في حرية في بلد اخرى وهاجرتها، بقول لك الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، انت فريت بدينك فلا بأس. طيب اذا انت قلت لي والله انا طالع اهاجر من بلدي لبلد الغربة لانه بلدي ما فيها اكل وما فيها فايدة وما فيها مصلحة، وبلد الغربة شو مالها؟ مصرياتها مناح، شو بقول لك؟ بقول لك لا، لا يجوز. ليش؟ لأنه الرزق شماله محدود،
ما راح تغير في رزقك، سواء كنت في بلدك ولا خرجت من بلدك. ومين أفضل ومين أولى في جهدك ويومك وعملك وعبادتك وأمرك بمعروفك ونهيك عن منكرك؟ أهلك وناسك في بلدك ولا الناس الموجودين في الغربة؟ ولا أهلك وناسك كنت تكون موجود فيهم أفضل لك، وفي النهاية ما راح تغير، لا راح تزيد ولا راح تنقص في هون وهون. هلا طبعا إخواني، يعني الشغلة شغلة قناعة. أنا متأكد إنه في كتير ناس من اللي بسمعوني هلا بقولوا مستحيل إنه تكون الرزقة اللي موجودة ببلدي هي نفسها اللي موجودة في بلد الغربة، وهذه بدها قناعة عظيمة جدا إنك أنت تقتنع إنه الرسول صادق وإن الله سبحانه وتعالى في قوله صادق. فإذا أنت اقتنعت إنه الله سبحانه وتعالى صادق والرسول عليه الصلاة والسلام صادق وآمنت في اللي بيحكوه، بتوصل لهذه القناعة. منذكركم إخواني، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومنذكركم أن الأرزاق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وأنها كتبت مرة أخرى لما كان الجنين في رحم أمه عمره 4 أشهر. وأول سؤال سأله ملك الأرحام لله عز وجل يا رب رزقه، وكتب وحدد هذا المقدار من الرزق. وأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وبقول عليه الصلاة والسلام لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من أجله لتبعه رزقه كما يتبعه أجله. يعني ما راح تعيش أو ما راح تموت في هالدنيا إلا إيش؟ إلا لما يخلص رزقك. لو في لك فيها شربة مي بتتمك عايش لحد ما يخلص رزقك ويخلص أجلك، وقتها بيجي ملاك الموت. عشان هيك إخواني، هذا أول إشي بقول لك بغض النظر إحنا في أول الزمان ولا في آخر الزمان، هذه النصيحة. بس لما نيجي لآخر الزمان، يعني هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يشير لأنه أهل الكفر في آخر الزمان ستنقلب على المسلمين المتواجدين عندهم بالقتل والذبح. يعني بمجرد ما يعرفوا إنه المهدي ظهر شو بده يسوي؟ كل كافر في بلد الغربة بده يدور فين في مسلم عشان شو يسوي؟ ويروح يقتله ويذبحه. عشان هيك النصيحة يا إخوان، وكمان مرة بذكرك ما لها علاقة ولا تقول والله أنا بدي أستنى لآخر الزمان، ما لهاش علاقة. الأصل فيك إذا أنت بتقدر ترجع لبلدك، بتقدر ترجع لبلدك وتحيا في هذا البلد عند أمك عند أبوك عند زوجتك عند أولادك بين أهلك بعشيرتك بحلوتها ومرها، ارجع. هذا الأصل. ولكن إذا كان في عندك إحساس إنه إحنا في آخر الزمان شو بده يكون، بدك تسترجع إنك تستعجل إنك أنت ترجع، لأنه يعني إن ظهر المهدي ستبدأ هذه العملية في الذبح والقتل في بلاد الغربة والعياذ بالله. فهذه إخواني النصيحة. وأذكركم إخواني إنه أصلا الذكرى الجميلة، الذكرى الجميلة اللي بتخلد في أدمغتنا هي للحظة الصعبة اللي أنت بتعيشها. يعني أنت بتقدر تتذكر الطعام في بيتك اللي كنت تاكله مع أبوك وإمك وإخوتك لما ما كان في أكل، لما كان قليل، بس لما كانت السفرة كبيرة ومليانة هذه بتطير من الدماغ، ما بتذكرها الدماغ. يعني الذكرى الجميلة هي للحظات الصعبة مش للحظات الحلوة. فحياتك الصعبة هو يعني الصعوبة فيها هي الجمال، هي الجمال. يعني الصعوبة آنية، بس بعد ما تروح الصعوبة وتصير ذكرى شو بتلاقيها؟ هي الحلاوة، هي الحلاوة. فإخواني يعني ما تقول والله الحياة صعبة عشان هيك بدي أتركها، بالعكس الحياة صعبة عشان هيك تتمسك فيها، لأنه هذه الذكرى الجميلة والثواب إلك راح يكون عظيم على صبرك على هذه اللحظة الصعبة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب إخواني نشوف قديش تم بكل وقت، 10 دقائق. ما أنا في مجال كمان سؤال إن شاء الله. في هون إخواني أحد الأسئلة يسأل
أو تسأل أمة الله شيخنا الكريم الفاضل ما رأيك في تصريح وزيرة الصهاينة من أن سيناء هي أنسب مكان للفلسطينيين في غزة، وهل هذا مؤامرة تدبر أم هو اتفاق متبادل؟ طبعا إخواني، يعني للي بيتذكر في حادثة التفجير اللي صارت في المسجد قبل أيام في سيناء، قلنا إنه هذه الحادثة إنما دبرت بليل، وستتم اتخاذها ذريعة للوصول إلى سيناء والسيطرة عليها وإحكام السيطرة عليها وتهجير أهلها وجعل المنطقة في حالة إيش؟ في حالة استعداد لأمر الشيطان. شو يعني؟ يعني إذا قرر الشيطان وحزبه إنه أنا أريد استخدام سيناء كوطن بديل وهجر عليها أهل غزة، شو ماله السيسي شو بقول له؟ هيها جاهزة. فهي من نوع أو نوع تقديمي ابتدائي بقدمه فيه لهذا الأمر وبحضروه. وإحنا إخواني بنعرف إنه إحنا في آخر الزمان، ولكن كمان بنعرف إنه لن يكون ما يريده الشيطان، إنما سيكون ما يريده الرحمن سبحانه وتعالى. وبنعرف إنه إحنا ودائما نقول الله أعلم في زمن الوعد الحق، وهذا وعد حق من الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله النصر آتي. وشفنا مجموعة من الرؤى فيها كلمات بذكركم فيها، بذكركم بالتسبيح، بذكركم بالاستغفار، بذكركم بالثبات، بذكركم بالصبر. هذه أربع كلمات جاءت في رؤى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والمهدي والصحابة ذكرونا فيها. التسبيح أكثروا من التسبيح، الاستغفار أكثروا من الاستغفار، الثبات أصبروا على ظروف الحياة مهما كانت صعبة، وما اتفروا من قدركم، بالعكس اصبر على ما أصابك واحتسب أمرك على الله سبحانه وتعالى، واثبت في هذه الدنيا حتى يأتي أمر الله. وأذكركم كمان إخواني، نحن لا نستعجل أمر الله، لا نستعجل أمر الله ولا نستعجل الفجر الفرج. أي نعم، كلنا يعني تطوق أنفسنا للفرج، كلنا تطوق أنفسنا للنصر، كلنا تطوق أنفسنا لمجيء المهدي، كلنا تطوق أنفسنا إنه الظلم يزول من هاي الدنيا ويعم محله الرخاء والهناء إن شاء الله. ولكن بذكرك أجرك عند الله سبحانه وتعالى أعظم في حالة صبرك. يعني لما تكون المصيبة موجودة وتصبر عليها، أو ما تكونش المصيبة موجودة وتمشي ماشي حالي، أنت بتكون أنت أقرب عند الله سبحانه وتعالى. يعني عند المصيبة والصبر أنت بتكون أقرب عند الله سبحانه وتعالى. عشان هيك الأيام التي تسبق الفرج هذه أيام عظيمة، لما تصبر عليها تثبت فيها تحتسب فيها أجرك على الله سبحانه وتعالى، إنما يكون فيها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عشان هيك الله سبحانه وتعالى بقول لك أتى أمر الله فلا تستعجلوه. عيش يومك في صبرك ورضاك بأمر الله سبحانه وتعالى واحتسب أجرك على الله، وسيكون لك إن شاء الله هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه أيام إخواني، أيام فتن، أيام محن، أيام كروبات، أيام صعبة، ولكن بنفس الوقت أيام أجر عظيم جدا 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 عند الله، جدا جدا. والخاسر من خسر هذا الثواب في هذه الأيام، يعني راحت الأيام وكانت صعبة ما جاش الأجر، شو معنى؟ معنى ضيعت، راحت عليك الأيام وراح عليك الأجر. إنما في هذه الصعوبة شو فيه؟ في أجر. يعني زي على سبيل المثال واحد بقول لك والله أنا في عندي شغل، في عندي 6 أيام بدك تشتغل فيهم، راتبك كل يوم 10 دنانير، اليوم السابع هذا في عندي إيش؟ فيه ضغط، بعطيك في هذا اليوم 200 دينار يوم لحاله، أنو أفضل لك تشتغل 6 أيام ولا تشتغل هذا اليوم؟ لما اشتغلت هذول 6 أيام هي في لك 60 دينار، هذا اليوم لحاله قديش في عندك فيه؟ 200 دينار. إحنا في هذه الأيام، إحنا في إيش؟ في هذه الأيام اللي أجرك فيه عظيم جدا 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 جدا. عشان هيك يا إخوان، يعني هاي الأيام الصعبة هي أيام الأجر، اصبر على هذه الصعوبة إن شاء الله حتى تنال الأجر، ولا
يعني بدناش نقول انه احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذه الغمة. انا ما بقول لك انك انت تطلب من الله سبحانه وتعالى يرفع عنك هذه الغمة، وما بقول لك ما تطلبش، ولكن اتذكر بغض النظر ارتفعت او ما ارتفعت، اتذكر انه هذا الامر لله سبحانه وتعالى، واتذكر انه الغمة وهي موجودة وانت صابر، شو بده يكون ثوابك؟ اعظم عند الله سبحانه وتعالى. عشان هيك يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلطف في قضائه بدل انه هو يرفع قضائه، لانه رفع قضائه لن يكون، القضاء شو ماله؟ خلص مكتوب. فاسأل الله سبحانه وتعالى اللطف في هذا القضاء. اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فانك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر اقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح اسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يبارك فيكم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاعف عني. أو فيش في